الناس كلها اللي ساعدتنا اللي جابوا لنا الطياره الرئيس عبد الفتاح السيسي نحب نشكر كل الناس اللي وصلوا لنا هنا باذن الله نوصل مصر على خير تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي عودة 181 مصريا من أوكرانيا عبر طائرة مصرية قادمة من رومانيا روسيا تكثف عملياتها العسكريه في اوكرانيا وتدعو سكان كييف الى اخلاء منازلهم. خلال خطابه عن حاله الاتحاد، بايدن يتوعد بوتين بدفع ثمن الحرب في اوكرانيا، ويعلن حظر الطيران الروسي في الاجواء الامريكيه. السابعة صباحا في القاهرة نشرة أخبار شاملة من النيل مرحبا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقا للمعايير والمواصفات العالمية ووفق منهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة ما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، والدكتور محمد معيط وزير الماليه، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الاولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم تنفيذ وتطوير منشأت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقا للمعايير والمواصفات العالمية ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك لك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسيه الدوليه التي تتيح تنظيم واستضافه كبريات البطولات العالميه في مختلف الالعاب خاصه مع تكامل منظومه المدن الرياضيه الحديثه في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافيه سواء بالعاصمه الاداريه الجديده او برج العرب شمالا على سواحل البحر المتوسط او هيئه استاد القاهره بقلب العاصمه فضلا عن ربطها مع شبكه المحاور الجديده والبنيه التحتيه للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها وفي هذا السياق تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات وفق اعلى المواصفات العالمية، وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكافة الألعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية، مع بحث مخطط إدارة وتشغيل للمدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية في برج العرب وكذلك خط التطوير كل من مدينه مرابط للخيول ومحطه الزهراء للخيول العربيه وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئه استاد القاهره وذلك بهدف تاهيل وتحديث مختلف المنشات الرياضيه الملحقه بها وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في استكمال شبكه الطرق داخل المحيط الجغرافي لهيئه استاد القاهره ومنشاتها الرياضيه وربطها بالمحاور المروريه المحيطه وكذلك اقامه كباري مشاه علويه لتفادي الازدحام المروري ولتسيير حركه الجمهور الكثيفه عند حضور الفعاليات الرياضيه والمباريات، وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والترفيهي لهيئه الاستاد وملحقاتها الفرعيه. وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخليه الى الجمهوريه التونسيه على راس وفد امني رفيع المستوى. للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تبدأ فعالياتها غدا الأربعاء اليوم بالعاصمة التونسية وأكد وزير الداخلية لدى وصوله أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باجلاء الطلبه المصريين الذين عبروا الحدود الاوكرانيه الى الدول المجاوره وصلت مطار القاهره الدوليه الطائره المصريه القادمه من رومانيا على متنها 181 مصريا عائدين من اوكرانيا بسبب الاحداث الدائره هناك الحاجة حاجه اتشرف بصراحه ان احنا من مصر طبعا هنبدا يعني السفاره كلها في رومانيا والناس تقابلنا اخر استقبال يعني حاجه جميله جدا بصراحه. اوجه كلمه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه بتاعتنا من دوله من دوله رئاسه الوزراء معالي السفير هنا بنشكرهم على دعمهم من ساعه الوصول بتاعنا الاهتمام المبالغ فيه واللي بنشكره كتير. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر, تحيا مصر. دحية دعا الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي جو بايدن الى ايقاف ما وصفه بالمعتدي الروسي باسرع وقت واضاف زيلنسكي انه تحدث مع بايدن خلال الاتصال عن العقوبات الغربيه ضد روسيا والمساعده التي تقدمها الولايات المتحده ودول اخرى لاوكرانيا في مجال الدفاع وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد دعا روسيا إلى وقف قصف المدن الأوكرانية قبل أن تبدأ محادثات جادة لوقف إطلاق النار فرض حظر طيران جوي أمام القوات الجوية الروسية أمر مفيد سيكون هذا إجراء وقائي لا يهدف إلى جار حلف الناتو إلى حرب مع روسيا تحدثت مرات كثيرة مع رئيس بايدن وانا ممتن لما قدمه لاوكرانيا من دعم لكنهم لم يسمعوني اكدت لهم ان اوكرانيا ستدافع عن نفسها لكن تركها وحيده امام روسيا لن يكون مجديا من المهم ان يدرك الجميع انه اذا سقطت اوكرانيا فان قوات روسيه ستكون على حدود دول النيتو مثل ليتوانيا وبولندا سنطلب ضمانات امنيه ملزمه قانونا اذا اغلق حلف النيتو الباب امام احتمالات انضمام اوكرانيا لعضويته في المقابل اكدت وزاره الدفاع الروسيه انها باتت تسيطر على الساحل الاوكراني على طول بحر ازوف وقال المتحدث باسم الوزاره: إن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة جوية باستخدام أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة. نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جوية باستخدام أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة، ودمرت القوات المسلحة الروسية إجمالا 1325 هدفا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 43 نقطة اتصال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و325 دبابة ومركبة عسكرية مصفحة أخرى و179 قطعة سلاح للمدفعات الميدانية وقذفات الألغام و286 وحدة من معدات المركبات العسكرية الخاصة في غضون ذلك تكثف روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا حيث تعاقبت الغارات على مدينه خركاف ثاني مدن البلاد ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودعت موسكو سكان كييف الى اخلاء منازلهم مع قصف المدن الاوكرانيه. في معركه الوصول الى العاصمه الاوكرانيه كييف تواصل القوات الروسيه عملياتها العسكريه في الاراضي الاوكرانيه حيث قامت بقصف برج التلفزيون في العاصمة ومدينة خاركييف ثاني أكبر مدن البلاد وأسفرت الضربة التي استهدفت برج التلفزيون في كييف عن مقتل خمسة أشخاص بحسب خدمات الطوارئ وأظهرت صورة نشرتها وزارة الداخلية الأوكرانية البرج مغطي بدخان رمادي كثيفة لكنها وعدت باستئناف البث بسرعة من خلال أنظمة احتياطية اسنعوشوش. الوضع خطير العدو يريد ان يأخذ قلب بلدنا لكننا سنقاتل ولن نتخلى عن كييف القوات المسلحه والدفاع الاقليمي والمواطنون كذلك مستعدون وسيدافعون عن العاصمه مرة اخرى اود ان اعبر عن دعمنا لسكان جوستوميل وبوتشا وفورزيل حيث ينتشر العدو ويدمر كل شيء ويطلق النار على المدنيين وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية رطلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه العاصمة كييف فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن موسكو تجمع قواتها استعدادا للهجوم على العاصمة ومدن أخرى وفي الجنوب المطل على بحر أزوفا يبدو أن القوات الروسية تواصل التقدم في العديد من المدن الكبرى الأوكرانية حيث قصفت القوات الروسية كل أحياء مدينة ماريوبولا بحسب حاكمها الذي تحدث عن سقوط عدد غير محدد من القتلى من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها التي تقدمت على طول الساحل من شبه جزيرة القرم جنوبا تمكنت من الانضمام إلى المقاتلين القادمين من منطقة دونيتسك الموالية لموسكو ما يوفر رابطا استراتيجيا للقوات الروسية باتجاه كييف أكد رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون مجدداً أنه لن ينشر جنوداً بريطانيين لمحاربة القوات الروسية في أوكرانيا. As we ندعم الشعب الاوكراني لكن اود ان اكون شديد الوضوح لن نقاتل القوات الروسيه في اوكرانيا وتعزيزاتنا هي ضمن حدود الدول الاعضاء في الناتو لاكثر من 70 عاما عمل الناتو من اجل السلام والاستقرار لا من اجل العدوان. وقال رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل ان الهجوم الروسي على اوكرانيا تخطاها ليشمل هجوما على القانون الدولي والديمقراطيه ليست اوكرانيا وحدها تحت الهجوم بل القانون الدولي والقواعد المعمول بها في القانون الدولي والديمقراطيه والكرامه الانسانيه ايضا هذا ما يطلق عليه الارهاب الجيوسياسي بكل بساطه ووضوح يجب علينا ان ندعم اوكرانيا وانتم ونحن على حد سواء ندعم اوكرانيا يجب علينا ان ندعم الديمقراطيه والقانون الدولي يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوفد الروسي مع المفاوضات في المفاوضات مع أوكرانيا أن الوفدين الروسي والأوكراني اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات على الحدود البولندية البيلاروسية خلال الأيام المقبلة الاعتراف بالقرم أرضا روسية ونزع سلاح أوكرانيا واكتثاث النازية فيها تلك هي الشروط التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا فيما انتهت اول جوله من المحادثات الروسيه الاوكرانيه على وقع معارك عنيفة في مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد مساعد رئيس الروسي فلاديمير ميتينسكي الذي يرأس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا قال إن الوفدين الروسي والأوكراني اتفق على عقد جولة جديدة من المفاوضات على الحدود البولندية البيلاروسية خلال الأيام المقبلة مشيرا إلى أن كل وفد سيتشاور مع قيادة بلده بشأن جميع المواقف التفاوضية ولم يعرف إذا كان توقف المحادثات على ارتباط بتصريحات بوتين غير أن الطرفين اتفقا على الالتقاء قريبا لجولة ثانية وحدد بوتين هذه الشروط خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي وتطالب موسكو حلف شمال الأطلنطي النيتو بعدم ضم اوكرانيا للحلف وتنفيذ كييف اتفاقات مينسك لوقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات على جمهوريتي دونتسك ولوجانسك من قبل القوات الاوكرانيه شرقي البلاد وعدم وجود اي اسلحه نوويه داخل اوروبا ويعد مطلب اوكرانيا الانضمام الى حلف النيتو هو الذي اشعل فتيل الحرب الروسيه الاوكرانيه حيث حذرت روسيا مرارا منذ عام 2008 خلال قمه روسيا النيتو في بوخارست من انضمام اوكرانيا وجورجيا الى حلف الناتو. وتعتبر روسيا أن نشر البنية التحتية للناتو بالدول المجاورة لحدودها الشرقية تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي وهو ما سيدفعها لاتخاذ تدابير الرد من شأنها أن تضع روسيا وحلف شمال الأطلسي على شفى الصراع من جانبه قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن انتهاء الحرب في أوكرانيا متوقف على كفها عن الاستماع عما يمليه عليها الغرب والولايات المتحدة العملية العسكرية تمت من خمسة اتجاهات القرم وعبر دونيسك ولوغانسك باتجاه كييف وعبر تشيرينكوف وخاركيف لقد سبق وقلنا الجيش البيلاروسي لم ولن يشارك في أي عمليات عسكرية المحادثات مع روسيا قد يترتب عليها ايقاف العمليات العسكريه ولكن صدقوني الامر برمته يتوقف على الجانب الاوكراني فاذا كفت اوكرانيا عن الاستماع لما يمليه عليها الغرب والامريكيين فسوف تتوقف الحرب حتما قالت مفوضه الاتحاد الاوروبي للشؤون الداخليه الفا يوهانسون ان التكتل يستعد لاستقبال ملايين اللاجئين الفارين من اوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية. نحو نصف مليون لاجئ من اوكرانيا تدفق حتى الان على دول الجوار في الاسبوع الاول من العملية العسكرية الروسية وسط توقعات اوروبية واممية بان هذا الرقم سيتضاعف بشكل سريع خلال الايام المقبلة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أكثر من 660 ألف شخص أغلبهم نساء وأطفال فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة وهي أكبر عملية نزوح تشهدها أوروبا منذ حرب البلقان قبل نحو 30 عاما كثير من الفرين واجهوا فترات انتظار طويلة امتدت لنحو 60 ساعة وطوابير وصلت إلى 20 كيلو في نقاط العبور على حدود بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وضع استدعى اطلاق نداء عاجل لتلبيه الاحتياجات الانسانيه الضخمه خاصه ان هناك ملايين الاشخاص ما زالوا عالقين داخل اوكرانيا حتى الان غادرت سوريا عام 2013 وانتقلت الى لوجانسك وعشت فيها سنه قبل ان تندلع فيها الحرب واضطريت الى الهرب الى خاركيف وكان الوضع فيها سيئا جدا لذا غادرتها الى اوروبا وحظيت بولندا بنصيب الاسد من حصه الفرين حيث استقبلت حتى الان اكثر من 280 الف لاجئ تلاها المجر وملودوفيا ثم رومانيا وسلوفاكيا اضافه الى دول مجاوره اخرى بعضها تابع للاتحاد السوفيتي السابق ويحتاج هؤلاء اللاجئون وفقا للمنظمات الانسانيه الى توفير الامن والماوى والغذاء والرعايه الصحيه كما تقدم منظمات الاغاثه الدعم النفسي والاجتماعي للاطفال المصابين بصدمات نفسية وجه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث نداء عاجلا لجمع المساعدات لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتصاعدة عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلقنا نداء إنسانيا بشأن الأزمة الأوكرانية على مسارين أولهما مساعدات عاجلة خلال ثلاثة أشهر بقيمة مليار ومائة مليون دولار لمساعدة ستة ملايين شخص داخل أوكرانيا بينهم نحو مليون نازح أما المسار الثاني فيتعلق بخطة استجابة إقليمية للتعامل مع الأزمة عبر الحدود تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الأمن الدولي وقالت مندوبه الامارات لدى الامم المتحده لانا نسيبه ان بلادها تترأس مجلس الامن في وقت يشهد العالم فيه ازمات عده مضيفه ان بلادها تطالب بخفض التصعيد والحوار بشان الازمه الاوكرانيه تعهد الرئيس الامريكي جو بايدن بان يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في اوكرانيا على المدى الطويل وفي خطابه عن حاله الاتحاد قال بايدن ان الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي امام الطائرات الروسية، وأكد ان القوات الامريكية لن تدخل في صراع مع القوات الروسية في اوكرانيا. بوتين اساء تقدير الموقف حين اتخذ قرار غزو اوكرانيا، يبدو انه يحقق نتائج على الارض، لكنه سيدفع الثمن غاليا على المدى الطويل. ناقشت مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها سبل الرد على العدوان الروسي وقررنا حظر الطيران الروسي في الاجواء الامريكية وزارة العدل ستشكل فريقا قانونيا لتعقب الجرائم الروسية ومحاسبة المسؤولين عنها نشهد حاليا صراعا بين الديمقراطية والديكتاتورية وستنتصر الديمقراطية <applause> كما اعلن بايدن ان الولايات المتحده ستطرح في الاسواق 30 مليون برميل نفط من احتياطها الاستراتيجي بهدف تهدئه المخاوف الناجمه عن حرب روسيا لاوكرانيا. الولايات المتحده تعمل مع 30 دوله اخرى لضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطات حول العالم. ستقود امريكا هذا الجهد عبر طرح 30 مليون برميل نفط في الاسواق وإدارته مستعدة لفعل المزيد إذا لزم الأمر وفي الشأن الداخلي الأمريكي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة هو ضمن أولويات إدارته أولويات القصوى هي السيطرة على الأسعار خطتي ستتيح خفض التكلفه والحد من العجز وستقوم خصوصا على تعزيز الصناعه الامريكيه لكي لا تبقى الولايات المتحده تحت رحمه سلاسل التوريد الاجنبيه أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغة أنه أجرى ترتيبات مع سلطات الأمن والجيش من أجل تمركز حكومته في طرابلس بشكل آمن وسلمي. تصريحات باشاغة جاءت عقب موافقة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيل صالح على تشكيلة حكومته الجديدة. منح مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد. وكما كان منتظرا أثقة لحكومة جديدة برئاسة فتح باشاغه لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وصوت 92 نائبا من أصل 101 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة خلال الجلسة التي استمرت أقل من 30 دقيقة وفي أول كلمة عقب منح الثقة لحكومته أكد بشغ أن حكومته ستتخذ من طرابلس مقرا لها، مشيرا إلى أن هدفه هو المصالحة الوطنية والمشاركة في الاستقرار وليس الانتقام أو لتصفية الحسابات. نتطلع لنتعاون لإكمال باقي الاستحقاقات الليبية سواء كانت الدستورية والانتخابات وكذلك المصالحة وكذلك توحيد المؤسسات وعلى رأس مؤسسات الأمنية والعسكرية والمؤسسات المدنية الأخرى. وطمئن كل الليبيين إلى أن الحكومة سوف تستلم مهامها في العاصمة طرابلس بوفق بشكل سلمي وآمن وكذلك بشرنا بإجراء الترتيبات التدابير القانونية والإدارية واتصلنا بجميع الجهات الأمنية والعسكرية وعندنا ترتيبات معهم وبإذن الله سوف تكون هذه العملية التسليم بشكل سلس وآمنة وب... وجاء اختيار باشا بعدما اعتمد مجلس النواب الليبي الأسابيع الماضية خارطة طريق جديدة يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل اجرائها الى هذا التاريخ البعيد وقبل ساعات قليله من انطلاق جلسه منح الثقه للحكومه الجديده ادان المجلس التهديدات التي طالت عددا من النواب واوضح مجلس النواب الليبي ان عددا من نوابه تعرضوا في اليومين الماضيين الى تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم والتهديد بمنعهم من العوده الى منازلهم ومحملنا سلطة تنفيذية مسؤولية أمن وسلامة النواب الليبيين في القاهرة أعلنت وزارة الصحة عن خروج 2008 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 415490 حالة. وأعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 1322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة. في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحرص الدولة على تطبيقها لمنع انتشار فيروس كورونا. تواصل لجان الطبية المنوطة بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا تطعيم طلاب المدارس من عمر 12 عاما وحتى 18 عام بلقاح فايزر وذلك وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية أكثر من 30 مليون مواطن تم تطعيمهم بالجرعتين الأولى والثانية بلقاح فيروس كورونا ومن بينهم طلاب المدارس ذات الفئة العمرية 12 عاما من خلال اللجان الطبية المعنية بالتطعيم بمحافظات مصر كافة والتي تجوب المدارس لتحقيق المستهدف من الحملة خلال الفصل الدراسي. لما فايزر توفر اتسمح لنا الحمد لله إن احنا نطعمهم وبدانا فعلا في التطعيم من اول الترم اللي فات ودخلنا احنا بقى المدارس دلوقتي بفرقنا علشان نكمل ونساعد التامين الصحي في ان هو يخلص الطلبه قبل نهايه العام الدراسي فان شاء الله هنغطي المدارس مع التامين الصحي والاولياء الامور احنا مش عايزينهم يقلقوا على اولادهم خالص احنا كده بنحميهم علشان خاطر ما تتعطلش الدراسه السنه اللي اول سنه في التطعيم التعليم تقريبا في وقف فيها وكان كله اونلاين مش عايزين الموضوع ده يتكرر تاني فلما بيحصل والطالب يتطعم لو حتى جاله كورونا بتجيله على خفيف ويخف بسرعة ويلحق يلتحق بالفصل بتاعه تاني والدنيا تمشي أولياء الأمور بيتصلوا على موبايل المدرسة والبنات برضو بتيجي لو حد ليه حالة خاصة حد عنده حساسية أمراض مزمنة مين مسموح ليه ومين ممنوع عنه أو محظور عنه فاحنا الحقيقه بننصح لو في حالات حساسيه او امراض مزمنه او كده بتعوق او يكون الحد يعني بيستعمل ادويه مثبطه للمناعه بنخليه يوقفها قبل التطعيم بفتره كافيه التطعيم لطلاب المدارس يتم بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا وذلك لتحقيق المأمونية والفاعلية لتلك المرحلة العمرية احنا بنتأكد تماما ان مفيش اي حساسية مفيش اي مشاكل تمنع التطعيم واحنا كده كده الفايزر امن جدا على الاطفال وبرده لازم كل الاهالي يكونوا عندهم القابليه ان هم يطعموا الاطفال اولادهم أو وفرنا اي حاجه طلبوها يعني حاولنا نوفر لان احنا استفدنا في الاخر احنا المستفيدين يعني وقبل كده احنا طعمنا المدرسات كلهم كمان مش المدرسات بس احنا يعني عاملات عمال اداريين كله طعم يعني احنا عندنا 4000 بنت في المدرسه اقبال طلاب المدارس على اللجان التطعيم يؤكد وعيهم الكامل باهميه التطعيم كاحد الاجراءات الاحترازيه لمواجهه الفيروس عشان كورونا ما تجناش ونكون يعني عشان التجمعات لما في المدرسه وكده وجيت هنا المدرسه واتطعمت كان اداره الوالي بعتن لنا مجموعه طبيه يطعمونا والموضوع كان منظم جدا يعني. دخلنا وقدمنا على السيستم والمدرسه وفرت لنا التطعيم في المدرسه، انا كنت متوتره جدا قبل ما اجي وكنت خايفه فعلا اتوجع بس اول ما أخذته قرف بجد ما حسيتش باي حاجه ويعني بجد شكرا تطعيم طلاب المدارس للقاح فيزر المضاد لفيروس كورونا واحده من الاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي حرصت عليها الدوله المصريه لحمايه فلذات أجبادنا من هذا الفيروس اللعين محمد حلمي النيل متواصلون معكم ونتابع في نشرتنا لاحقا. استشهاد ثلاثه فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفه الغربيه المحتله. ونتحول لقراءه اقتصاديه. قفزت أسعار النفط أكثر من 7% إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 ورفع الخامان القياسيان فوق 100 دولار للبرميل وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول مرتفعة 7 دولارات لتسجل عند التسوية 104 دولارات و97 سنتا للبرميل وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7 دولارات و69 سنت لتبلغ عند التسويه 103 دولارات و41 سنتا للبرميل. قال وزير الصناعه الياباني كويتشي هاجيودا ان الدول الاعضاء في وكاله الطاقه الدوليه مستعدون لسحب كميات اضافيه من احتياطاتهم النفطيه عند الحاجه. ووافق الاجتماع الوزاري لوكاله الطاقه الدوليه في باريس ومن بينها الولايات المتحده واليابان. على سحب 60 مليون برميل من احتياطات النفط لتهدئه الاسعار، وذلك في اعقاب صعود حاد بسبب العمليات العسكريه الروسيه في اوكرانيا. قال الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس ان ايرادات القناه في فبراير الماضي ارتفعت بنسبه 15% لتسجل نحو 445 مليون دولار. وأضاف ربيع أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي. وفي الشان المحلي بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخطوات الخاصه باستراتيجيه صناعه السيارات وذلك بحضور وزراء الماليه وقطاع الاعمال والصناعه والتجاره وعددا من المسؤولين واشار مدبولي في مستهل الاجتماع الى ان اللقاء يستهدف التوافق على برامج تطوير صناعه السيارات في مصر مؤكدا على اهميه وجود استراتيجيه واضحه لهذه الصناعه المهمه والخروج بمجموعه من الحوافز الخاصه بها سعيا لدعمها والتوسع فيها في أسواق النقد الأجنبي واصل الروبل تراجعه بعد أن استعاد بعض مكاسبه جزئيا في حين ارتفع الدولار وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى له في سبع سنوات وانخفض الروبل بنحو 4% وجرى تداوله عند 97 دولار و4% للدولار بعد يوم من هبوطه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 120 للدولار في غضون ذلك سجل الفرنك السويسري على مستوى له منذ عام 2015 مقابل العملة الأوروبية عند فرانك واثنين من المئة من الفرنك لليورو ونعود الى اخبارنا السياسيه حيث استشهد ثلاثه فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفه الغربيه المحتله كما اعلنت وزاره الصحه الفلسطينيه في حادثين منفصلين وحملت الخارجيه الفلسطينيه الحكومه الاسرائيليه المسؤوليه الكامله والمباشره عن هذه الجريمه واعتبرتها ارهاب دوله منظم مطالبه على محكمه الجنايات الدوليه البدء الفوريه بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاءها من هناك على طريق معركة تمسك بالأرض في الشيخ جراح تبقى أربع أسر فلسطينية في منازلها ولو لحين وفقا لقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بعد محاولات متكررة من مستوطنين تارة بسيف الإجراءات والقضاء الإسرائيلي وتارة أخرى بمنطق القوة. أنا جاي أتضامن مع أهل بالشيخ جراح، جاي أرابط معهم لأنهم الاحتلال الظالم جاي ياخذ بيوتهم ويجيب مرتزقة هان ياخذ يقعدوا محلهم. هذه أرضنا، الأرض أرضنا، والدار دارنا، وربما لهم إشي عندنا، هم ما يطلعوا برا. وقادت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن العائلات ستمنح وضع المستأجر الذي يحظى بالحماية إلى أن تقرر وزارة العدل الإسرائيلية من لديه الحق في المنازل بينما لم تحدد أي جدول زمني لذلك لكن الحكم أشار إلى أن الأمر ربما يستغرق سنوات لأنه أمر كل أسرة بدفع مبلغ رمزي سنوي كإيجار على حسابات ضمان ويعد حي الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس حيث يضم معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين ويشهد توترا منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية إذا فهي هدنة قانونية تتوجس منها العائلات العائلات الفلسطينيه في انتظار قرار وزاره العدل الاسرائيليه بينما لا يزال التوتر قائما في حي الشيخ جراح الذي اشعل من قبل شراره الحرب الاسرائيليه الاخيره على غزه. اخبار السابعه متواصله وفيها بعد قليل. حديقه حيوان كياب تغلق ابوابها جراء العمليات العسكريه في اوكرانيا. أغلقت حديقة حيوان كييف أبوابها جراء العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا. لم تسلم حديقة حيوان كييف من الوضع العسكري الذي تشهده أوكرانيا، حيث أغلقت أبوابها جراء العمليات العسكرية الدائرة هناك، كما لا يوجد خطط حتى الآن لإجلاء الحيوانات من داخل الحديقة. تستقبل حديقة كييف سنويا نحو 300 ألف زائر وتمتد على مساحة 40 هكتار وتضم أكبر تجمع من الحيوانات الأليفة والمفترسة بينما استبعد رئيس حديقة حيوان كييف عمليات نقل في ظل صعوبة الأوضاع الميدانية معظم الحيوانات من المستحيل إجلاؤها لأنه يوجد صعوبة في عملية نقلهم داخل أقفاص وإطعامهم لدينا أكثر من أربعة آلاف حيوان من الصعب إجلاؤهم وفي محاولة لمنع الضرر الناتج عن عمليات القصف قال رئيس حديقة حيوان كييف إن إدارة الحديقة تعطي مسكنات للحيوانات ونبقى بجوارهم أثناء الليل وتأسست حديقة حيوان في عام 1909 وتم إغلاقها عدة مرات أثناء النزاع مع الاتحاد السوفيتي طيلة القرن الماضي لتظل الحديقة شاهدة على النزاع المستمر لعقود وربما لن ينتهي قريبا وختام النشرة دائما تذكرة بعناوين أهم الأخبار الناس كلها اللي ساعدتنا اللي جابوا لنا الطياره الرئيس عبد الفتاح السيسي نحب نشكر كل الناس اللي وصلوا لنا هنا باذن الله نوصل مصر على خير تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي عوده 181 مصريا من اوكرانيا عبر طائره مصريه قادمه من رومانيا روسيا تكثف عملياتها العسكريه في اوكرانيا وتدعو سكان كييف الى اخلاء منازلهم. خلال خطابه عن حاله الاتحاد، بايدن يتوعد بوتين بدفع ثمن الحرب في اوكرانيا ويعلن حظر الطيران الروسي في الاجواء الامريكيه. نهايه اخبار السابعه، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.